هنن كلمتين بتضلي هون يعني بتضلي هون. لك يا عمتي الله يرضى عليك، رويدة متجوزة ومن حقها تروح على بيتها. ايه بس يرجع جوزها ساعتها بنحكي عمتي. يوه اسمعوا على هالسما. عمتي انت بيهون عليك يضل عليا لحالها عم تخدم امها؟ ليش لا تضل لحالها؟ هاي مرتك، روح جيبها من بيت اهلها. مرتي مالها مجبورة. ايوه معناتها هاي فنقاه صبحية. مرت عمي ما دخلها. ما دخلها؟ لك بقطع ايدي من شرشة اذا مو صبحية ورا هالقصة. عمتي الله يرضى عليكي، لا تجيبي سيرة مرت عمي بنوم. اسمع لك اليوم رح خلي رويدة هون لانه ما في حدا يخدم امك بهالليل. بكره من الصبح بتروح بتجيب مرتك، لانه انا جايه بكره المساء اخذ رويدة وغصب عن اللي عجبه واللي ما عجبه. ستي من هون لبكره فراج. وانا هلا عمك ابو وضاح ما رح دريب القصه. وش كان ديري يعني؟ وش كان ديري؟ رح يجي احدا وغصب عنك. ستي ايش كان طلع له؟ لا يقصر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مساء الخير حجي. أهلين المضى. شو بلاقيكي لحالك؟ ليش ما أجت رويدة معك؟ أمها تعبانة شوي وضلت عندها. خير إن شاء الله، شو القصة؟ ما في شيء. شلون يعني ما في شيء؟ ليش أنا غشيم عنك؟ أم وضاح صرنا عايشين مع بعضنا 30 سنة ومتطلعة واحدة بعرف إذا كنتي مبسوطة ولا زعلانة. أم وضاح خير؟ عم تبكي؟ رويدة؟ وضاح في شيء ومخبي علي؟ قولي على قامتي. ليش شو بوضح؟ لا لا ما فيه شيء، بس شغلتي لي بالي. عبدو ابن اخي. عبدو خير ان شاء الله، شو في؟ قال ما بده يخليها لرويدة ترجع لعنا. شو؟ هيك ها فرجيها العين الحمراء. لكن مرت عمي لكن الله وكيلك، كلمتي راح تمشي قرفا عن رقبتك. دخلك وجابت اغراضه؟ لك هلا شو بدك بغراضها؟ بتجيبهم بعدين وهي. لا بس اني لازم تجيبه كان ما تفكر بالرجعه لهني. طيب مرت عمي طيب، ما بصير غير اللي بدك اياه وحياتك امي. يلا خاطري. الله معكم. مع خاطرك يا امو تعي لعنا. اكيد تقبريني بكره من الصبح بجي وكل يوم رح تلاقيني عندك. تقبريني. يلا خاطري. الله معكم. روحي محجوم. الله معكم. سلام. لسا ما شفتي شي يا رويدة خانم، وانتي يا ام عبدو والله لموتك قبل اواني. ومرت المختار اللي رافعت لي زنيفتها هلا اجى الوقت المناسب لاشفي غليلي منكم. ايه الله كبير. شرف اخي شرف. اهلين غنوم. اهلين اخي. اهلين الحمد لله على سلامتك اخي. يسلمك يا رب. يا بيت اهلين وسهلين يا بديعه. حطي على راسك، هذا اخي غنوم. يلا اخي يلا. يلا يلا. شرف. شرف. مساء الخير مرت اخي. اهلين الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. شو كيفك مرت اخي؟ والله الحمد لله لما شفتك صرت بخير. لك الله يسلمك يا رب، الله يخلي لي اياكي. عمي ليش مالك لابس اواعي العسكر؟ ايه ما رح انا البسهم. عن حق ما لبسته؟ ايه والله يا اخي، بس ما وصلنا على زحله وهنيك فرطت المسبحه وكل واحد راح لعند اهله. واللي بيجي من ربك يا محلى. لا اله الا الله. ابن اخوك يا مضاح عم يمسكني من الايد اللي بتوجعني. الله يرحمك يا ابو عبده. صدق المثل اللي بيقول ورده بتخلف شوكه. قول الله يهديه. بركة.
كده ان شاء الله بكره بيغير رايه. انت شو عم تحكي يا مضاح؟ انا هلا بقدر روح وجيبها غصب عن راسهم، بس ما بدي الناس تقول انه ابو وضاح ما ترك كرامه لابو عبده الله يرحمه، وصارت مقطع بولاده بعد ما مات ابوهن الله يرحمه. يا صباح الخيرات والليرات، شلونك رويدة؟ من الله منيحة. ايه الحمد لله. عليا يا عليا. شو بدك من عليا؟ عليا نايمة. بالله كان بدي تسخن لي شوية مي، حاكم بدي تخسر انا واخوك ابو محجوب. ايه روحي سخني مي لحالك، عليا ما انا مجبورة اني اسخن لك. لكن مين المجبور يا بعدي؟ السلام عليكم. علي ابو عجاج. شو رايك؟ علي عقيد. عود. عقيد. قرني. انت ما عاد ولا يهمك، انا اليوم شوفه لابو محجوب بحكي معه ان شاء الله ما بصير الا الخير. بس ما بدي يدرى اخي اني جيت لعند منك. لا تطمن ما راح يدرى. كتر خيرك عقيد. خير الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك تقبريني؟ مشتاقة. عندنا مرت عمي ام صفوان وزكية وسلمى. ايوه. وين قاعدي؟ فوق بغرفة وفيقة. تفضل. حبة حبة. لا عبدو بالمشغول. رشدي طلع من الصبح ما بعرف وين. ليلى عمتي يبعت لي حمى عليكي، ليش عم تبكي؟ يو طيب. شو بك يا بهجة قلبي؟ فوتي 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 فوتي. ان شاء الله. خير اخي شوفي. شايفك مالك على الحشيشي. لا ما في شيء ما في شيء. يلا يلا. علي العقيد شرف شرف شرف. سلام سلام علي العقيد. الحمد لله يا جماعة، هاي صبرنا وقلنا. إيه نعم، الدايم ربك. لا إله إلا الله. معناتها يا سيدي لازم نشكل وفد من حارات الميدان كلياتها، ونروح نتكلم على الأمير فيصل ونهنيه بالنصر. إيه والله ضروري. شو رأيك مختار؟ مختار؟ ها؟ عم بقول لازم نروح نسلم على الأمير فيصل. ايه راجل ايه طبعا. مين عني؟ الشيخ وضاح ورجاله برا. شيخ وضاح هون؟ اهلا وسهلا. شوفوا 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 سلم عليك. يا رب. يا حي الله يا حي الله الضيوف. يا حي الله شيخ. اهلا وسهلا. والله انك شرفته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا شيخ. تفضلوا. يا الله يا تفضلوا تفضلوا سهلا. هلا هلا هلا. تفضل ابو وضاح الله يكون بعونه، ما له حمل هالقصص. الزلمه فايد ابنه الوحيد وقلبه متلوع عليه. لك يا عقيد نحن ما لنا قايلين شيء. يرجع ابنه وحيده وياخذها للبنت. لك انت بتعرف شو معناتها هالعمله اللي عملتها؟ شو معناتها؟ معناتها انك عم تفاول على ابنه انه ما رح يرجع، وطلعت هالبنت من عنده من البيت رح تهد له حيله هد. لك بدل ما نوقف معه بهالمحنه نجي نحن منزيد على قلبه. لو كان ابوك المرحوم لساته عايش بيرضى بهالحكي؟ الحرمه الليله بدها تنام بيت جوزها.
يا عقيد بس انا عيبك محجوب، هي قصص حريم واللي بيلحق قصص الحريم بيقلل من قيمته بايده. لك علي الحلال عم تحكي كلام اصلي ومدوزن ومعدل، بس يا عقيد انا امي الله يعافيكم ياها، والجماعه ما لهم مانعينها تروح تخدم امها يوميه، ابو عجاج بيجي بياخذها لعنكم وبس تخلص بيرجعها. ايوه، ومين هذا ابو عجاج؟ رجدي. انت اسمك ابو عجاج؟ مين سماك هالاسم؟ وضاح الله يذكره بالخير ويرجعه بالسلامه، هو اللي سماني ابو عجاج. ونعم الاسم والله، كان يخبرنا ابو عجاج رجال وينشد في الظهر. يلا على اذنكم. الله معك عقيد بالسلامه. ابو محجوب مثل ما حكينا لك هلا كان بيصير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك عقيد. شو اخي شو ناوي تساوي؟ رح تخليها ترجع على بيتها؟ بخليه يحكي مع عبده بركي بيحل لنا هالمشكله. يو يا قتل الهي، ركبني العصبي ما عاد قدراني، بدي فش خلقي. بدي مالك ولك انت تناوي لك دهريه والله ما قطعت طلبي الدنيا على دماغي. اختي طولي بالك علي عادي ان شاء الله. قال ديمو مشان تروحي هلا هلا على البيت. خير شو في؟ قال عمي ابو وضاح اجى الشيخ وضاح وجماعته جاي معهم نسوان. ايوه معناها الشيخه ام نمر جايه معهم. يلا لازم نروح. انا عمتي انا بدي اروح معي. لا تقبريني اقصر الشر وخليكي هون. الله يرضى عليكي. بدي اروح هون. طيب معلش تقبري، هلا ببعث وردي بتجي بتعاوني. يلا عمتي عمتي اخي ابو محجوب رضي ان رويده تروح معك على بيتها. هو قال لك هالحكي؟ ايه عمتي ايه هو قال لي. لا تقبرني. يلا حبيبتي يلا لكان البسي ومشي معي. تكي عمتي تكي. قومي روحي معنا انت الثانيه كمان. والله جعبالي روح سلم على ابن مر لالبس ملايتي انا الثانيه. يلا عجلوا. يلا يا ميت اهلين وسهلين بابن الغر. والله اشتقنا لك. تشتاق لك العافيه يا خيا. والله ما تروحون من بالي، دوما دوما افكر بيكم. اهلين وسهلين، حلت علينا البركه والله. اهلا وسهلا. بالمهله. ايه يا خيا وش علومكم؟ ان شاء الله زينين. الحمد لله، حي الدنيا بخير، حي الدنيا بخير. ايه بالله، حي الدنيا بخير. هذه سلفتي ام فيصل، تعرفينها؟ يا شلون ما بعرفها؟ اهلا وسهلا فيكي فيها. الله يسلمك. اسم الله عليه اسم الله. هذا ابن نمر مو هيك؟ لا بالله يا خيا، هذا ولد ام فيصل. عن حقه؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله اللي الله جبر بخاطرك وطعمك يا بعد هالعمر. الحمد لله والشكر يا رب. اسم الله. اسم الله اسم الله ويخزي العين. اسم الله عليك اسم الله عليك. اسم الله اسم الله. يا مرت عمي انت بتعرفي انه ضد عقلي الكذب واللف والدوران، ليش ما عم تصدقيني؟ هو قال انه انت وافقت انه رويدة ترجع لجوزها ولكن ابني هي سمعته. شو بدك تكذبني عينك عينك؟ حاشا لله، شو هالحكي يا مرت عمي؟ خلص خلي وفيقة وروحوا لعنا على البيت، وانا هلا رح بشحطها من شعرها شحط. وبركة ما خلوها تجي معها. ستي ساعتها لكل حادث حديث. عبدو لنشوف. امشي يا مو امشي. خاطرك ابن عمي. الله معك. أبو محجوب أنا رايح لعند عمك أبو وضاح، شوف إيش كان عاوز شيء، حاكم إجا لعنده ضيوف الشيخ وضاح وجاله. إن شاء الله بتروح وما بترجع، إن شاء الله بتروح وما بترجع. ولك أنت مين اللي قال لك إنه أنا خليت رويدة ترجع لعند جوزها على البيت؟ أنت. أنا قلت لها؟ إيه أنت قلت لي، قلت لك بدك تخلي رويدة تروح على بيت جوزها، قمت هزيت براسك. ولك الله لا يوفقك خربت بيتي، ولك إذا هزيت براسي بكون موافق إنه رويدة ترجع على بيت جوزها؟ شو معرفني؟ أنا هيك فكرت. إلا بقى تفكر أخي الله يوفقك، بس عم تفكر عم تخرب بيتي أنت. دير بالك على المشغل أنا رايح جيبه. أخي والله مو وقتها هلا، بيت عمتك عندهم ضيوف يعني ومو حلوة. رجلي طالعة معي لهون ها؟ أسع من وشي. الله يرحمك يا بي. وينك تجي تشوف ابنك شو عم يساوي هلا؟ يا حياكم الله. الله يخليك. الصحيح يا طويل العمر، حنا بغينا نشوفكم نتطمن عليكم.
وعقبها نروح معيزكم للأمير فيصل ونهنيه بالنصر. طول عمرك صاحب واجب يا أبو نمر. بالإذن نشوف مين بس. خذ راحتك يا أخوي. خير شو في؟ عبدو برا عاوزك. خليه يفوت. قلت له يفوت ما رضي قال بده اياك ضروري. طيب هلا طلعنا يلا. يا جماعة الخير خذوا راحتكم تفضلوا انا بالاذن شوي براجع. تفضل خذ راحتك معك يا اخوي خذ راحتك. تفضلوا يا رب. اهلا يا خال ليش واقف برا؟ تفضل لجوا. والله مستعجل شوي. خير؟ بدي اختي. اختك؟ ايه اختي. خير ان شاء الله. شو بدك فيها لاختك هلا؟ البيت مليان ضيوف وفي عنا حريم. اذا في شي ضروري قل لي وانا بخبرك. لا ما في شي ضروري بس بدي اياك تروح معي على البيت. انو بيت؟ بيتنا. قلت لك انه اليوم هي مشغوله وفي عنا ضيوف. شوف لك خالي هلا بس يروحوا ضيوفنا ببعث لك هي وعمتك. تأمر خال تأمر. ما يأمر عليك ظالم. عمي البنت اختي وبدي اياها تروح معي على البيت، بيت ابوها، شو كفرنا؟ عبدو بصير الشر. البنت قاعده ببيت جوزها، مو ببيت حدا غريب. قلت لي جوزها. يا الله يرحم هذيك الايام، بس يرجع بصير جوزها. خلاص ولا؟ شوفي مختار. ما في شيء عقيد ما في شيء. فوت لعند ضيوفك مختار وما عليك. لا مش شو ما عليك، ما عاد استحيت. انا؟ هلا انا ما استحيت؟ انت شو ضربك؟ لك انا ما حكيت معك، ما حكيتك بالقصه وانت وعدتني. اخي انا ما وعد حدا عديد، الله يوفقك. ها ليك عبدو اذا بتضل ميبس راسك تكسر لك. معلش عقيد الله يوفقك للمره الثانيه. ها هي قصه عائليه وما بدنا حدا يتدخل فيها بنوب. هني كلمتين بده يكسر له بخاطره لو وضح لسه ما خلق لو كان اخي عمر مو انت. يلا اضوي وانسى لي هالقصه من اصلها. يا أمو مشان الله مشان الله قيمينا من سيرتها إن رجعت ولا ستين عمرها ما ترجع ولك تنقرض لي الله. صلى الله عليك شو بتفهمي ولك طالعة ذكية لعمتك ما هتفضعيك. الوالدة لازم ترجع لهون مشان نعرفها قيمتها. شو نسيتي شو عملت فينا بزماناتها؟ هلأ قال الأوام. ما نسيت أمي والله ما نسيت بس بصراحة والله خايفة إنه عبدو يطلع خلقه ويطلقني. لا تخافي طول ما أنا شاددت له الحبل وماشي وراي ماشي بس دقار برخي له الحبل. يعني هيك قولتك ما بيطلقني؟ لا ما بيطلقك. ماشي. المسلح انت وياها لح مو عيب عليكم لح مو عيب عليكم عم تضحكوا على امي. يو مين عم يضحك على امها؟ بنتك وكنت. يو اسمعوا على السمعة من حصة طلعوا بتكون هي العقرب اللي مارك عمي شفتهم بعيني ما حدا قال لي. وليه انت وياها كنتوا عم تضحكوا على مرت عمي؟ يو نحن كنا عم نضحك على عليا مو على امه. مو هيك سلمى؟ مو عم يضحكوا يعني مع عليا. صبايا عم يمزحوا مع بعضهم. هلا قلي صهري شو صار معها؟ ما خلوها تجي معها؟ امشي يا مو امشي بيت ابوك او لا فيكي. مرت عمي لا تخربي بيت بنتك بايدك. حاجه بقى صهري حاجه. نحن عطيناك حرمه مو خدامه لامك واخواتك. قال لا تخربي بيتها. ليش الها بيت هي يا حسره لينخرب. امشي يا مو
امشي. وفيقة! شو بدك وفيقة؟ ما دخلها وفيقة، بس ترجع المحروسة اختك نبقى منرجع لك ياها، وبيجوز ما نرجعها كل ساعة ولا ملائكتها. يعني وللبنت؟ ايه سيدي وللبنت. ايه؟ شو علي؟ وفيقة! انت طالع. شو؟ لا عبدو، لا عبدو الله يخليك لا. طلقت يا منظور. طلق الله لا يوفقك. طولي بالك يا منظور، طولي بالك، تعمريني بعد ليش يا ولا جوزة بيك ابن بيك. لا انا عبدي يا ما بدي، انا ما بدي. طولي بالك تعمريني، تعي تعمريني، تعي مش قاعد العسل. لا الست الهي لك، شايفين الله شو عم يعمل فيكم من نجاتكم؟ لك الله كبير. هاتي الولد وليك، هاتي بي على عينك. يا مو فينا نضحك عليهم؟ ايه اضحكوا. يرجع وضاح بخير وسلامة وبتجيبوا بدل الولد عشرة من تمك لبواب السماء. خلي أملك بالله كبير. لا إله إلا الله. عمتي هلأ عمتي أم لطفية رح تنام عند أمي؟ إيه لكان رح تضل تنام عندها لحتى يروحوا ضيوفنا. عمتي مرت عمي وفيها بدهم يزلونا، أنا وأمي وإخواتي. عشرة عينهم لكن لك فكر ابنهم. نعمي نعمي توبريني، تعي نعمي. شو هالحكي؟ طلعها؟ ايه طلعها منظور. هذا ابن اخوك اللي نحن حاطينه على الرف، لك اكل فول ورجع للقصور. انت مبسوطة على لا؟ ضليتي تحوسي تحوسي لحتى طلعها؟ كان شو دخلني؟ هو اللي طلعها، هو اللي طلعها؟ ليش لحتى تطلقها؟ ليش؟ هيك تبلي تبلي ولا من على عينك؟ أبو صفوان أنا ماني ناقصتها. لك أنت هلأ ما رح تجوقي وتصيري مثل بقية الناس؟ ما رح تجوقي؟ بقية الناس يعني مين؟ أختك موضح؟ مين جاب سيرة أختي؟ بدي أفهم. أبو صفوان أختك موضح هي سبب طلاق بنتها. ليش أختي شو دخلها؟ على بنا عبده راح لعنده يجيب أخته ويجي. إيه ورجع عم بيفور فوران ودغري فات وطلقها. بايني أشكرة، بايني أبصر شو وزت له برأسه. شو؟ بس الله كبير، الله كبير. شوف شو عم بيساوي فيهم من عمايله. وحدة ترملت وانفلجت، والتانية راح ابنها وما رجع، والتالتة مات ابنها وفقدت جوزها. لك الله كبير، يا ويله اللي ما بيخاف منه، يا ويله. صبحية بكفي بقى، بكفي. إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة. الله يسلمك. ديروا بالكم على حالكم. تقعدون بالعافية. مع السلامة. الله معكم. هوني. الله يسلمك. الله والنبي يحفظكم. مع السلامة. الله يسلمك. على بالله. قلنا تشرفنا فيكم يا شيخ وضاح. بارك الله بك. يعني كان بيودنا انك تبقوا عنا اربع خمس ايام. ما قصرت يا اخوي، حنا هالزوم نردي من ديرتنا. اخوي وضاح. أه؟ ترى انا وصيت الامير فيصل بيك وبهل حارتك. وانا احتجت من شيء. لا تردد، روح لك. خير خير ان شاء الله. خير وبيك انت ورجال العشره تجونا على الربيع، تجونا بالديره ان شاء الله. يدينا ان شاء الله ان شاء الله تعالى. الله معك. السلام عليكم. الله السلام. يلا يا الربع مشي. الله يحرسكم. في امان الله. السلام عليكم. توصلوا بالسلامه. الله معكم. في امان الله. مع السلامه. الله يحميكم. رويدا
ابريلي هلا تجي هي وعمتها، عندهم ضيوف لقلب. مين الضيوف؟ الضيوف يا ستي الشيخ وضاح وام مر. عمتي بكفوا هدول الرزات؟ هاتي شوف الله والبركه، لكن اياهم هلا نقيهم. معناتها انا رح روح اسلق قديك. ايه كثير منيح، خلينا نطبخ الرزات فيهم. يلا تقبلي يلا. حاضر عمتي. شو علي تروح معك؟ وإذا شفتيه تنح راسه ما بدي أخلي رويدة ترجع معك، أنا بروح براسي برجعها. حجي أه؟ من بعد إذنك يعني عم قول لحالي نصير نخلي رويدة تنام عند إما بس لبين ما ترجع وفيقة. إيه شو علي؟ إذا هي إلى خاطر شو علي؟ بس يا بي إذا نمتي عند أمك ابقي تذكرينا. لا يا عمي أنا بنسى روحي وما بنساك. أنت مو بس عمي أبو جوزي، أنت مقام أبي الله يرحمه. الله يرضى عليك. بس تقبريني بس يا نور عيني بس. لك الله لا يوفقك يا صبحية، إلهي يبليكي بحمة ما تطلعي منها. ضليت ورا عبده ورا حرمته لحتى خربت بيته كله مشان ما تضر رويدة عنه. إيه والله يا بي قلي له لعبده انه انا رح احكي له بموضوع حرمته، مالي نسيانه. يعني هو ولو قل الادب معي بس كرامه لابوه مو له. الله يشبر بخاطرك وما يحرمنا منك الهي. يلا عن اذنك. يلا خاطرك. الله معكم. الله معكم. شلونك عمي؟ الحمد لله عمي الحمد لله. عود عمي عود. ما قلت لي انت ليش مطلقه لوفيقه؟ عمي الله يلعن الشيطان. لا اله الا الله. ما بيجوزك عمي ما بيجوز. ابغض الحلال عند الله الطلاق. كعمي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي انا واقع بين نارين؟ ويلي اختي وعمتي ام وضاح من ناح، ويلي مرتي ومرت عمي ام صفوان من ناح تاني، علي الحلال ضحت ما عاد عرفت حالي وين؟ يعني ما طلقت كرام فيها؟ اعوذ بالله عمي، اعوذ بالله. انا بحبها لوفيها ومتعلق فيها مثل ما بيتعلق الببو بامه. خير ان شاء الله عمي خير. هلا بنبعت ورا الشيخ نزير يرجع لك حرمتك على سنه الله ورسوله ان شاء الله. انت شو عم تحكي؟ عبده ماله عنا حرمه، شو نسي حاله انه طلعها ورماها؟ شو هالحكي مرت عمي؟ شو هالحكي؟ انا بحبها لوفيقه وما بستغني عنا بنو. لا استغني تقبرني استغني، انت مالك عنا حرمه اسمها وفيقه، هلا اللي عرفت قيمتها روح لعمتها صبحيه ما دام طلعها ورماها، شو جاي يساوي عنا؟ مرت عمي انا ما جيت لعندكم من راسي، لو ما بعت لي عمي ابو صفوان ما بيجي. عن اذنكم. عود ابو محجوب عود. بدي روح اتركني. خلص هلا انت اترك لي هالموضوع كم يوم. اختاركو انا تاركو الموضوع ما عم بحكي فيه، مثل ما قلت لكم لو ما بعت لي عمي ابو صفوان ما بحكي فيه بنو. خاطركم. سلام يا عمي. الله معك ابو محجوب. لا قوة الا بالله العلي العظيم. هلا انت بعثت له انه يجي؟ ايه. يعني ما اجى من حاله؟ لا. وانت شلون بتبعت له خبر بدون ما تقول لي؟ لانه هو ابن اخي وهي بنتي وبدي رجعهم لبعض على سنه الله ورسوله. شو فيها هي؟ عيب؟ ايه عيب. وفيقه ما رح ترجع له الا ليساوي اللي طلبناه منه. حسبي الله ونعم الوكيل. وبركي ضل مطلقها وبطل يرجعها على عصمته. لا لا تخاف، عبده بيموت على وفيقه، ما شفته كيف رح يبكي مثل الولد الصغير مشان ترجع له. انت لا تضحك. سلامة قلبك يا عمي. والله ما بتستاهل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقبلي خير امي فيها شيء؟ لا تقبلي على حالك. امي كيف صرت ان شاء الله احسن؟ الحمد لله ماشي حالك. شو صار معك تقبلي؟ مرت عمي ما رضيت ترجع. يا الله يقصف عمره الهي. عمتي لا تشغل بالك، عمك ابو وضاح بده يحل لك المشكله ويرجع لك وفيقه. انت بتعرف عمك لما بيدخل بمشكله ما بيتركها لحتى يحلها. عمي ابو وضاح بده يرجع وفيقه؟ ايه عمتي ايه، بس انت طول بالك بس شوي. طول عمره كبير ومفضل على راسنا. عمتي من شاء الله لا تواخذوني، انا غلطت بحقكم انت وعمي ابو وضاح، بس والله مو بايدي. لا يا تقبرني، ليش نحن بنزعل منكم؟ الله بيعلم غلاوتكم من غلاوه سميحه ووضاح. الله يجيبهم بخير وسلامه. امين يا رب. الله يسمع منك جاهلها. يا ابو صفوان هلا اللي فهمته انه حرمتكم ام صفوان بدها مرت وضاح ترجع على بيت اهلها مشان تخدم امه واخواتها، لانه ما هان عليها انه بنتها مرته لعبده تخدم مرت عمها واولاد عمها.
حسبي الله ونعم الوكيل. هلا نحن من ناحيتنا ما في عنا مانع، يعني اذا مرت كل يوم هي وحرمتي يخدموا لها المسكينه يا عبدو. يا سيدي كتر خيرك والله يجزيك الخير. يعني اما شيت انه يعني مرت وضاح تعيش ببيت اهلها على طول وتترك بيت جوزها؟ إيه لا والله، هي الله ما قال. ايه والله، ايه والله. مشان هالقصه هي حصل خلاف بين عبده وبين مرته، ودخل الشيطان بيناتهم وطلقها بساعة غضب. الدين يسر يا جماعة، والطلاق الأول شغلته محلولة. المشكلة يا شيخ نزير مو بفتوى الطلاق. لكان بشو؟ المشكلة إنه أبو صفوان وجماعته ما بدهم يرجعوا الحرمة لجوزها إلا إذا كان رجعت مرته وضاع لبيت أهلها. وتفضلوا حلوها بقى. لا يا أبو صفوان، يعني بلا منقودية أنتوا على غلط. إيه والله، يعني ما معكم حق بنوب. الله يا جماعة، أنا من ناحيتي أحب ما على قلبي إنه بنتي ترجع. أبو صفوان، يا أبو صفوان. لا تأخذوني. والله يا جماعة هالقصة ما عم تخرط بمشطي. يعني شو بدهم بحرمة وضاح الله يذكره بالخير حتى تترك بيت جوزها وتيجي تعيش بيت أهلها؟ شو دخلهم فيها؟ لكن القصة قصة مجاكرة. أم صفوان بدها مرت ابني تعيش هي وبنتها ببيت واحد مشان تنتقم منها. يا لطيف اللطف يا رب. مثل ما عم قلك شيخي، ويمكن ابو لطفي عنده خبر بهالقصة. لا حول ولا قوة الا بالله. اي نعم اي نعم، في هيك شيء. طيب ليش لا؟ يا بيه بتفوت بتقول له ينقلع من بيتنا بالمنيح، احسن ما افوت انا بايديه انا وقلل من قيمته. بس لك صفوان وطي صوتك، انت نسيت انه هذا عقيد الحارة ما بدنا مش اكل. لك ايه بلا عقيد بلا ضراب الصفر، روح يعمل عقيد على اهله ويجي يعمل علينا. ايش حطوا لورا ورجيه قيمته لهالواطي. وهذا الثاني نمر الخشاب بتقول له يتركنا نحل مشاكلنا نحن وصورنا لحالنا. يعني وطي صوتك شو صار؟ ما بدي وطي صوتي. طول بالك عجيب، طول بالك، طول بالك. ابو صفوان ابن حمايه بعرفه، لك ماله كلمه بهالبيت، ما بيهون على حاله، الكلمه كلها لمرته ولا صفوان. انفاح وشك بالرحمن. ايه لا تفضحينا يا ام صفوان، لا تفضحينا. ابو صفوان، يا ابو صفوان. يلا جاي جاي. هاي سمعوا الدور. يا سيدي دخيلك ويسمعوا. لا تواخذوني يا جماعه، تاخرت عليكم. وعم تتواخذ ابو صفوان. بس ابعت لي هذا الابن اللي عم يتنطط بين الحريم لمره رح تربي لك اياه. ما في لزوم عقيد، ما في لزوم. اذا بتريد خدمه طبي. ما في حدا، تفضل تفضل سيدي، تفضل. يلا 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 تفضل. يلا دستور. يلا يا ست رجليك عسى ما سفك ما في ايدي. فوتي. تفضلوا يا جماعه تفضلوا. يلا. صفوان صفوان مين قول بقى؟ ضايع فضاي قول يا جماعة، قول بقى نوطي. شوف يا حوشك بقى تفضل. والله مو تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتركيني يا مو، لك امشي على الله اتركيني، خليني اشهد لتشريك. ليش اللي هذا؟ شو هالتشريك؟ يا مو عم بقول لك اتركيني يا هذا تجنني. ولك امك بلا ما عندك تاكل. ما خليتي ليه؟ لا طب لك عم بقول لك الله يلعن عملك على هالتربايه. يا مرتيكي شو حجي؟ شو صار معكم بقصة وفيق أو عبدو؟ أبو وضاح تقلع من بيت أخوك قدام كل الرجال. يا باطي مثل ما عم تسمعي. مين اللي قلعك؟ مرت أخوكي وابنها. مرت أخي وعدنان شو ساوى؟ عدنان شو بدي ساوي؟ والله لا روح أقلع عينها من مطرحها، يلعن أبوها على أبو ابنها. لا لا يا مضاح لا تروحي. لا بدي روح. نسيت حالها هي مين وبنت مين؟ بيطلع لها والله بيطلع لها تقلع كبير الحارة ومختارها. خلاص لا، قلت لك لا تروحي وتركي لها ابنها بقى. كرمال النبي خليني روح، والله إشكال ما رحت اليوم ما بنام الليلة. خلاص لا تروحي لا تروحي. شرف سيد راسي، هيدا قلت لك نسخة عن مفتاح باب بيتي. قديش كلف؟
امنت بالله على القصه. لك ايش بدك بهالشغله انت؟ قديش كلف؟ خلاص لا باباتي، لازم اعرف. الدنيا فيها موت وحياه. انت قديش اعطيتني؟ قبل 100. قبل 100؟ منيح اللي ذكرتني سيد راسي، منيح اللي ذكرتني، لانه المفتاح كلف 3 مراغيت وانت اعطيتني قبل 100، وقبل 100 بيطلعوا مرغوتين، يعني بيطلع لي معك مرغوت ثاني. اخ يا ببو عيني، على كل حال مو مشكله، لاعطيك بدل برغوت برغوتين، بس مو هلا. امتى هيك؟ بس لحتى روح على الضيعه جيب التينات اليابسين وبيعون. انت بالك متعوق؟ لك شو تعوى، عامل لك فتله صغيره هيك على الضيعه قبل ما تيجي الشتويه بس. لك الله ييسر لك ويرزقك ويعمي عنك، وبس ترجع بتلاقي البرغوتين جاهزين. السلام عليكم. وين ديا ديا؟ اعطيني مفتاح الاوضه بدي نام فوق. شو هاد؟ نام فوق؟ ليشك نام فوق سيد راسي؟ نام بالليوان. لك الليوان برد. لك شو برد؟ مسقوف الليوان شعش. ايه لك اللي ارتاح شوية قبل ما اروح اتسبى. اهلين عم تفوتي بالمأهل تقوي. شلونكم؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عمتي؟ اهلين عمتي. شو اهلين اختي؟ كيفك؟ شلونك عليا؟ اهلين عمتي. شرفي عمتي، شرفي. يا اهلا وسهلا. شلونكم؟ الحمد لله. انه عجبك على اللي عملته حماتك امبارح؟ عمتي الله يوفقك، الله يوفقك، تركوني بحالي، اللي فيني مكفيني. اي بعت لحم ما تحم قلبها ان شاء الله. طيب ليها بقتلى الهي، اي والله والله امبارح كان جاي على بالي روح اقطعها باسناني، بس ابو وضح ما خلاني الله يسامحه. اي والله بتستاهل. لك عمتي والله جعبني جوزك تتجوز؟ بجوزك احلى صبيه بالشام. اعوذ بالله، شو تجوز ما تجوز؟ تحرم علي النسوان من بعد وفيها. اصلا وفيها ما لها ذنب بكل شيء صار، كله من تحت راس امها. عمتي انا عندي حل لك. عم فكر اخذ امك واخواتك لعندي، وبتعيش انت ومرتك هون لحالكم، وبنخلص من هالعي بقى. شو قلت؟ ما كنا نبيح. الله يرضى عليك. قوم عليك يلي اموره معتره، عنا ضامه مغبره هي للرواق وللكركره. مرحبا ابو محمد. اهلين ابو حميد. شو صار بالسرمايه تبعي؟ انا سرمايه؟ لك السرمايه اللي وعدت تعطيني اياها. ايه تذكرت. خلص تكرم ابو حميد، بكره بس روح على المشغل بجيب لك سرمايه بترفع الراس. حسن ملافزك باباتي، حسن ملافزك. شو هي بترفع الراس؟ لا ابو محمد مالك عم فيها. شو السرمايه بترفع الراس؟ والله مو قصدي، انا قصدي جيب له سرمايه مرتبه. قل له بجيب لك سرمايه هيك على قدك. ما شاء الله عنك وعنا شفايف. لا اذكياء كثير. من بعدك حنوني، من بعدك. ما قلت لي ابو حميد قديش بدك فيها؟ هي انا بشتريها منها. شو هي؟ السرمايه اللي بده يهديك اياها ابو محمد. ايه ما بتفرق، بالزايد نقله، بالناقص نقله، مو مشكله بيني وبينك. شو باكل؟ ليش عم تضحكوا؟ سلامتك حبيبي. انا ابو حميد يلي بياكل من اطعمته من الجلب والانتنه بيطيب. شو؟ امك واخواتك يروحوا يعيشوا بيت خشاب؟ لك شو جنيت انت؟ ما بعرف. لك يا عبدو، ما بدي حدا يجي بعدكم بالعاطل انا. من شان الله صفوان، من شان الله ازيد على قلبي. لك يا حبيبي، ما بدنا الناس تتلسن وتحكي اشكال والوان. لك والله احترنا يا صفوان، احترت بامري انا. عبدو لا تحتار ولا من يحزنون. ميل حالك روح خذ امك واخواتك على بيت خشاب، ورجع لهون خذ مرتك وابنك. عمي لما العالم بدها تحكي رح بتحكي عليك انت، ما رح تحكي علينا الا. انا كل حكايه انه بدي مصلحتك. وبمعيتك اب محجوب، من اليوم ورايح لما تبعت لي حدا لهون على البيت مشان هي القصه، بقلعوا من على الباب. ها انا ما بعت حدا، هن اجوا لحاله. لانه اب محجوب خلي قصصنا بيناتنا بمعيتك، ما بدنا الناس من برا تشم ريحه. صفوانو بمعيتك نادي لي وفيها شوي. شو بدك وفيها؟ وفيها هلا اجنبيه عليك ما فيها تنكشف. لك يا اخي فهمنا اجنبيه، بنعرف اجنبيه، بدي اسالها وين حاطط لي ثيابي الجداد. يلا نايم اسالك اياها بجيب لك محجوب تشوفه. مرحى هالبطاطا، اسود بيض العجل للبيت انجان. قرب يا ابي قرب، خيار بلدي. يلا لا تمانا ما لا لا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أمور عمي للبيع هل يعطيني يا أبي؟ ياسين يا أبي حد الله عسلاتك يا أبي حد الله عسلاتك. الله يرضى عليك الله يرضى عليك أب فخري أب محمد رجع ياسين 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 حمد على السلامة الحمد لله على السلامة هذا الولد بدون ترباية وأنا بدي ربيه. أكيد إيمو من بالك اللي ما تربى بصغره ما بتربى على كبر. الله يسامحك يا أبو صفوان على هالترباية. يا جماعة أبو صفوان الله يعينه لك هذا لا بيحل ولا بيربو. عم يا بضاح عم يا بضاح خير خالي شو في؟ ياسين رجع. أنو ياسين؟ ياسين ابن أبو ياسين الخضري. شو الحكي؟ إيه والله هلا بعيوني شفته. عرفت بأي بلاد كان؟ إيه قال كان بالدردنين. بالدردنين؟ يمكن وضح بهذيك البلاد مش كنسلم عليه يمكن يكون جايب لنا أخبار عن وضاح. مختار المسا هو بيجي لعنده هلا بيكون عم يسلم على أهله بعدين الواجب هو يجي له. هلا بلا واجب بلا بطيخ خلينا نروح. طول بالك يا مختار والله العقيد أبو فهد كلامه مزبوط. هلا الدنيا هنيك معجوقة والناس قايمة قاعدة عندهم بالبيت. أنا يعني شايف روحتك والله مو مناسبة. لا إله إلا الله.